النهاردة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، يوم خصصته منظمة الصحة العالمية عشان تعزز الجهود الوطنية لمكافحة التهاب الكبد. الحقيقة مصر بذلت جهود جبارة للقضاء تماما على فيروس سي اللي كان بيعتبر واحد من الأمراض المتوطنة والخطيرة في أجسام المصريين لفترات طويلة من الزمن، وصلنا الحمد لله للقضاء نهائيا على فيروس سي داخل الدولة المصرية. النهارده منظمة الصحة العالمية بتحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد اللي بيوافق 28 يوليو. طبعاً في مئات الملايين متعايشين مع فيروس التهاب الكبد المزمن بنوعي سي وبي، وفي عام 2022 حصد هذا الفيروس الفتاك أرواح 1.3 مليون شخص، في حين أن إعطاء جرعة من لقاح التهاب الكبد بي في الوقت المناسب يمكن أنه يقي الأطفال من الإصابة بسرطان الكبد في وقت لاحق من حياتهم. مصر حققت خلال السنوات اللي فاتت نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس التهاب الكبد سي اللي كان بيتسبب في وفاة ما بين 40 ل 50 ألف شخص سنوياً، واستطاعت مصر وضع خطة متكاملة بتشارك بيها كافة الجهات والقطاعات المعنية لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول للعلاج، واللي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 مليون مريض بفيروس التهاب الكبد سي في أقل من 5 سنين. أيضاً نجحت مصر في توفير أدوات التشخيص فضلاً عن تصنيع الملايين من الأدوية المضادة لفيروس التهاب الكبد سي في المصانع المصرية بأسعار تنافسية، بخلاف فحص أكثر من 60 مليون شخص مجاناً من المصريين وغير المصريين خلال 7 شهور فقط، وتوفير أدوات التشخيص في أكثر من 6000 موقع فحص، وتوفير الأدوية في أكثر من 200 مركز لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، وده من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، واللي بتعد خطوة تاريخية غير مسبوقة بدأت في 2014 حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قومية للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي والعلاج منه دون مقابل، وبلغ معدل الشفاء بين الأشخاص اللي تلقوا العلاج نسبة 99%. كمان كان للتجربة المصرية أثر كبير في التجربة العالمية للقضاء على التهاب الكبد في عام 2022 من خلال مشاركتها في تصميم الدلائل الاسترشادية الأولية الخاصة بأساليب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي في عام 2021، وكانت اللحظة الفارقة اعتراف دولي بمصر بوصفها أول بلد بيحرز تقدم ملحوظ نحو القضاء على المرض لتصبح أول بلد بيبلغ المستوى الذهبي على مسار القضاء على مرض التهاب الكبد سي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية. Last year, I had the honor of visiting Egypt, where I met His Excellency President عبد الفتاح السيسي, who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. Egypt has tested more than 60 million people, regardless of whether they are citizens or refugees, linking those who test positive to treatment free of charge. The campaign of his presidency called 100 million صحة. ونجحت مصر في الانتقال من بلد بيملك أحد أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض في العالم لبلد بيملك أحد أقل المعدلات من خلال خفض معدل انتشار التهاب الكبد سي من 10% ل0.38% في مدة بتزيد قليلاً على عقد من الزمان. وواجهت مصر العديد من التحديات في طريقها للقضاء على فيروس سي، منها انتشار الوباء على نطاق واسع وقلة الوعي لدى بعض المواطنين بأهمية الفحص والعلاج، بالإضافة لبعض التحديات اللوجستية. لكن الإرادة السياسية القوية والجهود المتضافرة من كافة القطاعات المعنية تمكنت من التغلب على هذه التحديات وتحقيق النتائج المرجوة مع هذا الإنجاز الكبير. وبتتطلع مصر حالياً لمستقبل واعد في مجال الصحة ومشاركة تجربتها الناجحة مع الدول الأخرى اللي بتعاني من مشكلة انتشار فيروس سي، كما تسعى لتعزيز منظومتها الصحية وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. وقدمت مصر للعالم نموذج يحتذى به فيما يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات مع توافر الإرادة السياسية باستخدام تلك الأدوات للوقاية والعلاج.